إن شاء الله راح نتكلم عن الدرس الثالث في تعريف الإمساك، هو حالة يكون فيها البراز جاف وسميك أو قاسي، أي بمعنى صلب، مصحوب بمضايقة أو ألم عند التبرز، والسبب المباشر للإمساك هو عدم وجود نسبة كافية من الماء في البراز، وهذا في العادة يحدث لأن يعني الغذاء ليس فيه عناصر كافية لحفظ الماء داخل الأمعاء مثل الألياف، لأن البراز يمكن يعني لوقت طويل يجلس داخل الأمعاء يعني فيسمح للأمعاء بامتصاص معظم المواد الموجودة، ويذهب إلى المستقيم الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة. وطبعا الماء الموجود داخل الفضلات البراز يعني يكون شبه جاف في هذه الحالة، مما يؤدي إلى نوع من أنواع الألم أو الإمساك الموجود في الأمعاء الدقيقة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.